بسم الله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. سلام مشاهدين، سلام البنات، نتمنى تكونوا بألف خير يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الطاجين ديال الهبرة تاع اللحم اللي سريع التحضير، تقدروا تحتاجوه في هذا رمضان، ديروه الإفطار ولا السحور اللي ما كياخدش الوقت. المكونات اللي غادي نحتاجو في هذا الطاجين هذا هو غادي نجيبو شوية ديال الهبرة ديال اللحم، غنقطعوها بهذا الشكل هذا قطع صغيرة. من بعد غادي نحتاجو جوج حبات تاع البصل، جوج حبات ديال الثوم، غادي نحتاجو شويه ديال القزبر ومعدنوس، غادي نحتاجو الماء ديال الزعفران اختياري ماشي ضروري في هذه الوجبه هذه، اللي عنده الزعفران شعري يقدر يستعمله، اللي غادي نقعوه في الماء سخون. غادي نحتاجو زيت الطبخ، زيت الزيتون ديال الطبخ، غادي نحتاجو واحد العود ديال القرفه، شويه ديال القزبر، شويه ديال الفلفل الاسود، شويه ديال الملح اختياري حسب ذوق كل واحد، شويه ديال الكركم. هنا غادي نبداو، غادي نجيو الطاجين تاعنا، غادي نشعلو عليه على نار مهيله، غادي نديرو الزيت ديالنا ديال الطبخ شويه ماشي بزاف، هنا غادي نضيفو البصل والثوم اللي قطعتو على هاد القطع بالشكل هذا، هنا غادي نضيفو شويه ديال الملح، وغادي نغلقو على الطاجين تاعنا تشحر لينا هاد البصل هادي. هنا راه البصله ديالنا تحمرات لينا مزيان، دابا غادي نضيفو عليها العطريه، هنا ضفت كذلك اللحم ديالنا، هنا غادي نضيفو شوية ديال القزبر والمعدنوس، هنا غادي نضيفو الزعفران اللي نقعناه، هنا خواتي غادي نرجعو للطويجين تاعنا. ها هو ما شاء الله راه طالق، طلق الماء ديالو، راه البصله طلقات الماء ديالها، ودرت ليه غير نقطه تاع الماء ديال هذاك الزعفران، شوفوا ما شاء الله البصل طلق لينا الماء تاعو، يعني الطاجين راه بدقائق ساهل، الريحه طالعه ما شاء الله. هنا غادي نغلقو على الطاجين تاعنا حتى يمص هاد المرق هذا، نفتحته بواحد العاشق باش ما يبقاش مسدود باش يمص هذاك المرق، ومن بعد نقدم معكم الطاجين ديالي. هنا الطاجين ديالنا هو جاهز،
داك المرق كله تمس ما بقاش. خليها غير نطفي عليه ونقدمه معكم. هنا اعزائي هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا. هنا رفقت معاه واحد سلطه فخوي ديال البعويد والبنان والياغورت. ونتمنى هذا الفيديو اخواتي ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايك والبارطاج فضلا وليس امرا. والى اللقاء الى فيديو اخر.